مفيش حد فينا وهو صغير ما تعلقش بالمسلسل الأشهر وقتها يوميات ونيس اللي كان بطولة الفنان الكبير محمد صبحي. مسلسل يوميات ونيس كان مسلسل اجتماعي والناس كانت بتتعامل معاه على أساس إنه جزء من حياتها اليومية. يوميات ونيس بالنسبة لناس كتير ما كانش مجرد مسلسل، كانوا بيتعلموا منه مواقف حياتية ملهاش آخر، وطلع منه ممثلين كتير ظهروا على الشاشة بسبب المسلسل ده، ومنهم الفنانة عبير صلاح الدين اللي كانت معروفة باسم عبلة في المسلسل. بس عبير طلعت وكشفت عن خلاف كبير ما بينها وبين محمد صبحي. يا ترى ايه تفاصيل الموضوع؟ انا ماريا مجدي وده اللي هنعرفه في الفيديو ده. الفنانة عبير صلاح الدين طلعت في برنامج كلام الناس مع الإعلامية ياسمين عز على قناة ام بي سي مصر. عبير صلاح الدين كشفت لأول مرة عن خناقتها مع الفنان الكبير محمد صبحي، وإن الخناقة دي كانت هي السبب في إنها ما تشتغلش معاه في الأجزاء الأخيرة من المسلسل يوميات ونيس. عبير قالت في تصريحاتها إن الحقيقة بتزعل، وإنها لو قالت الحقيقة هتزعل ناس كتير جدا، ورجعت وكملت وقالت إنها هتتهاجم جدا واللجان الإلكترونية هتدخل تروقها ومحدش هيصدقها وهيقولوا إن هو اللي عملها، بس ربنا هو اللي عارف وشاهد. وكملت عبير في تصريحاتها وقالت إن في وقت من الأوقات بعد ما عدى 10 سنين رجعوا يعملوا الجزء السادس من المسلسل، وكان حلو وفي نجوم كتير وكان ليه رد فعل كويس جدا، وأكدت إن الجزء السابع ما كانش ينفع يكملوه لأنه كان عبارة عن مط وتطويل وحصل فيه خلافات كتيرة جدا، والتصوير اتوقف حوالي 6 شهور، وفي ناس كتير اتخانقوا مع بعض فمشيوا، فاضطروا إن هما يعيدوا التصوير تاني ببلاش من غير ما ياخدوا فلوس. عبير كمان وضحت إنهم كملوا الجزء السادس وهم في حالة شد وجذب، وناس كتير مشيت وناس قعدت، وكملت كلامها وقالت إن مشاهدها في الجزء السادس كانت صامتة، ولما خلصوا الجزء السابع بطلوع الروح وقالوا هنعمل الثامن هي رفضت، فمحمد صبحي قال لها إزاي تعملي كده. وأكدت إن الناس القريبين منها كانوا قالوا لها إن الحل بتاعها حاجة واحدة بس، وهي إنها تستسمح محمد صبحي علشان ترجع تشتغل في أي حاجة تانية بعد كده، وهي قالت إن ردها إنها قالت لهم لا مش هعمل كده علشان أنا مغلطتش. وكملت عبير تصريحاتها وقالت أنا قلت لا مش عايزة أكمل المسلسل، وده من حقي كممثلة إني مش لاقية نفسي في الدور لإني مش هحرق الشخصية بعد نجاحها. عبير مرضيتش تحكي كل التفاصيل عن الخلاف، واختتمت كلامها بأن هو ده وجهة الاختلاف، وقالوا لها إنها كده مش هتشتغل خالص بسبب خناقتها مع الفنان محمد صبحي، زي يعني ما ناس كتير حصل لها وقعدوا في البيت. فقالت لهم إن الرزق ده على الله، وإن هي مغلطتش في حاجة، وإنها كانت بتقول رأيها، وإنها حاولت تكمل في المجال لحد ما جالها حالة زهق من كل حاجة لمدة 5 سنين من 2010 لحد 2015، وإنها كانت قاعدة في البيت وكانت بتتقفل كل حاجة في وشها. يا ترى هيرجع الاتنين يشتغلوا مع بعض مرة تانية ولا لأ؟ وهنشوف عبير في عمل فني قريب، ده اللي هنعرفه خلال الفترة اللي جاية.